لننتقل الآن للحديث عن الزعيم الجزائري هواري بوميديان. حسب ما ذكرته في كتابك فقد حدث له شيء غير عادي، وتشير بإيماءات مختلفة إلى أن هناك من ساعده على الرحيل عن الدنيا إن صح التعبير، وكتبت أن الكثير من المعلومات عن مرضه ظلت غير مفهومة. نعم، المسألة أن هذا حتى ليس رأيي وحدي بل رأي جميع الأخصائيين السوفييت الذين استشارهم بوميديان. أما واقعة أننا سنشرف على علاج هذا المريض فكانت مفاجأة لنا. أذكر أن رئيس الحكومة السوفيتية أليكسي كوسيغن اتصل بي وقال الرئيس الجزائري سيصل اليوم وهو الآن في الطريق، أرجوك أن تذهب إلى المطار لاستقباله مع المسؤولين الرسميين. للتذكير فقط، كان ذلك عام 78. نعم، كان ذلك حقا عام 78. اتصل بي هذه المرة رئيس مجلس الوزراء آنذاك أليكسي كوسيغن وقال إن ضيفنا في حالة سيئة وقد جاء ليعالجه الأطباء السوفييت بالتحديد. عندئذ اقترحت ترتيب الأمور بشكل آخر، لم أذهب إلى المطار بل توجهت إلى مستشفي وطلبت من كوسيغن أن ينقل بوميديان من المطار مباشرة إلى المستشفى الذي أشرفت عليه على تلال لينين للكشف عليه فورا. جاء بوميديان مع زوجته. بعد الفحص الأول أدركت أن المريض في حالة سيئة جدا، كان جسمه مصابا بعدوى خطيرة. بالرجوع إلى أعراض مرضه يمكنني القول أن عدوى ما أصابت جميع أجهزة جسمه. دعوت أخصائيين آخرين للاستشارة، وأنا الآن لا أريد الدخول في تفاصيل طبية، لكن هذه الأعراض تظهر في حالة أمراض الدم وعدوى نظام الدورة الدموية. يعني لم يكن مرضا مزمنا بل حادا. مرض حاد، وقد مرض على إثر عودته من مؤتمر لقضايا الشرق الأوسط. شارك في مؤتمر قمة بدمشق. نعم، بدمشق. ذكر بوميديان أنه أكل شيئا ما في الطائرة ثم أحس بأن حالته تتدهور. عموما كان ذلك مرضا شديدا جدا، فحصه الأطباء في الجزائر وبدأ العلاج هناك، لكن جميع الأطباء احتاروا ولم يفهموا طبيعة المرض. قمت فورا بدعوة كبار الأطباء السوفيت، دعوت كبير الأخصائيين في أمراض الدم الأكاديمي أندري فرابيوف، وكبير الأخصائيين في الأمراض المعدية الأكاديمي فالنتين باكروفسكي، وآخرين من أفضل الأخصائيين، وبدأنا في علاج الزعيم الجزائري. بالمناسبة لم أستطع أن أستوضح السبب في مجيئه إلينا ولماذا لم يذهب للعلاج في أوروبا. نعم، لم يذهب إلى فرنسا أو بلد أوروبي آخر. نعم، لم يذهب إلى فرنسا، وبالمناسبة كانت زوجته فرنسية. هل شك في طرف معين كان السبب في تسممه؟ لا أدري، هذا ما لا أعرفه. ألم يحدثك؟ ألم يشكك في أن أحدا ممكن أن يكون دس السم له؟ كلا، قال فقط إنه يعتقد أنه تسمم بوجبة تناولها في الطائرة، هذا فعلا ما قاله. عندما رحنا نسأله بما كان يشعر وكيف بدأ المرض قال ما ذكرته الآن فقط، فقمنا نحن بناء على فحوصنا بتحديد العلاج من العدوى ومن أمراض الدم. يعني وصفتم له أدوية مختلفة. نعم، كل ما من شأنه أن يحسن من حالته حسب رؤيتنا. كتبت أنكم كنتم تخشون أن تسوء حالته إبان وجوده في الاتحاد السوفيتي، فلو حدث ذلك لظهر احتمال باتهام الاتحاد السوفيتي في وفاته. تقول ما يلي: إن مثل هذه السرية كان يمكن أن تلعب كما يقال دورا مشؤوما ضد الأطباء السوفيت، كان من الممكن بعد ذلك. هذا قلته فيما بعد. نعم، كان يمكن تصوير الأمر وكأن بوميديان جاء إلى الاتحاد السوفيتي بكامل عافيته أو على الأقل معتلا اعتلالا خفيفا، وبعد شهرين عاد في صحبة الأطباء السوفيت وهو يحتضر. يعني بدأ لكم وكأنه كان هناك من يحاول توريطكم. نعم. وكتبت أن ذلك كان من الممكن استغلاله لأهداف سياسية بما في ذلك للنيل من سمعة الاتحاد السوفيتي. أفترض ذلك. تفترض فقط. نعم، فقد كان الوضع غير عاديا البتة، وكل من عالجوا بوميديان قالوا إن سريان المرض غير عادي، كان سريانا غريبا لمرض غير مفهوم. يعني لم تتوصلوا في الاتحاد السوفيتي لتشخيص دقيق؟ لم يتضح لنا التشخيص النهائي. هذا يذكرني بحالة الزعيم الفلسطيني ياسر عرفات، يعني حتى عندما نقلوه إلى فرنسا للعلاج لم يستطع أحد اكتشاف طبيعة المرض، وهكذا لم يعرف السبب الحقيقي لوفاته. بصراحة لا أعرف عن ذلك أي شيء. ومواصلة للحديث عن بوميديان، فقد عالجناه بعد تحديد الأدوية اللازمة في نظرنا، لكن حالة
حالته لم تتحسن. عندها قالت زوجته إنهم ينوون العودة إلى الوطن. قلت لها إن ذلك ممكن من حيث المبدأ، فقالت أريد أن يسافر معنا كل فريق الأطباء الذين عالجوه في موسكو. أكرر أن هذا الطاقم ضم أفضل أطباء البلاد على الإطلاق في أهم المجالات. لم يبقى أمامي إلا أن أوافقها، ومضيت لأتحدث مع زملائي في الأمر. هل كانت القيادة السوفيتية تتعامل بنفس الاهتمام مع مسألة صحة بوميديان؟ يعني كانت تقول لكم ابذلوا كل ما في وسعكم من أجله؟ هذا صحيح، هكذا كان الأمر. تحدثت مع زملائي ونقلت إليهم شكر الجانب الجزائري والدعوة للذهاب إلى الجزائر. وافق جميع الأطباء، وعندما وصلوا إلى الجزائر عرفوهم بالزملاء الفرنسيين والزملاء من بلدان أخرى وجمعوهم معا. يعني مجلس استشاري؟ نعم، كمجلس استشاري، وأكد الجميع على تشخيصنا، أي أنهم توصلوا إلى نفس النتيجة، وهي أن هناك تغير في وظائف كثيرة جدا من الأجهزة الحيوية الهامة، بما في ذلك تغير معادلة الدم لدى المريض. يعني هناك شيء يسمم الجسم وغير مفهوم ما هو؟ نعم، كانت تلك مجرد شكوك، لكننا لم نقل سمم، بل قلنا إن هناك عملية تجري لا نستطيع فهمها تماما، وكانت هذه العملية تتفاقم وراح المرض يزداد وطأة. يعني كل العقاقير التي عالجتموه بها لم تنفع، استمرت صحته في التدهور. نعم، هذا صحيح. علاوة على ذلك جرى العلاج في جو سري للغاية، كان الأطباء يعملون تحت رقابة مستمرة، كانت فرقة كبيرة من الأطباء السوفيت والأجانب. أذكر أن طبيبا سوفيتيا عاد إلى موسكو، كان من كبار المتخصصين في أمراض الكلى، وكنا نعتقد أن الكلى عند بوميديان مصابة بسبب المرض. جاء هذا الطبيب وأخبرنا أن العلاج بغسل الدم لم يأتي بنتيجة، وبعد ذلك قال لي يا سيد يفغيني إننا لا نعرف ما العمل. سألته ماذا هناك، فقال قالوا لنا إنه إذا مات بوميديان فلن يخرج الأطباء السوفيت من المستشفى سالمين. الشعب كان يمكن أن يفتك بالأطباء لأنهم أخفقوا في علاجه. يعني كان يروج لفكرة فشل الأطباء السوفيت في علاج بوميديان. نعم بالطبع، ولكن رسميا لم يقل لنا أحد إن ذلك قد يحدث. كان الأطباء يلمحون بغموض إلى أن كل شيء جائز. علاوة على ذلك أخذ البعض من أوساط الأطباء الجزائريين يثير البلبلة، وظهرت مجموعات منوئة لنا، وراحوا أكثر فأكثر يقولون لنا إن وجودنا في الجزائر أصبح غير مأمون. هذا في الوقت الذي أصر فيه الجزائريون على استدعاء المزيد من كبار الأطباء الأجانب. عندها أخبرت أندروبا بالأمر، قلت له إن في الجزائر الآن صفوة أطبائنا. نعم، لا تجوز المخاطرة بحياتهم. لا تجوز المخاطرة بحياتهم، ينبغي أن تكفلوا سلامتهم من أي مكروه، وهذا الشيء يمكن أن يحدث في أي لحظة، ينبغي ضمان سلامتهم. وكانت هذه حقيقة، ولا أدري ماذا فعل أندروبوف، ولكن عندما اقتربت الأمور من النهاية وفي اليوم الأخير من حياة بوميديان لم يبقى بجواره وهو في النزع الأخير سوى فريق أطبائنا، لم يبقى سواهم أولئك الأخصائيون المهرة، أما الفرنسيون وغيرهم فقد اختفوا لكي لا يتحملوا المسؤولية. نعم، كما كان هناك خطر حقيقي كان من المحتمل تهيج الجماهير ضد الأطباء السوفيت، وعندما بقي أطباؤنا وحدهم تقدم منهم أحد الجزائريين لا أدري ما منصبه وقال تعالوا معي أنا سأخرجكم من هنا، وهبطوا إلى أسفل وساروا عبر أقبية حتى خرجوا إلى الشارع من جهة المبنى الخلفي، فاركبوهم السيارات ورحلوا. هذا قبل أن بعد وفاة بوميديان؟ عندما توفي في نفس اليوم. حضر أطباؤنا لحظة الوفاة، وكانت زوجته هناك، كنت أدرك أنها تقدره جدا، لا أدري، ولكن يبدو أنها كانت تحبه بقوة. إلى أي تفسير لوفاته مالت؟ هل راودتها شكوك ما بخصوص أسباب المرض والوفاة؟ أعتقد أنها خمنت،
أحيانا كانت تلمح إلى شيء ما أو إلى شخص ما، لكنها لا تفصح بالتفاصيل. وهل كانت لديك أنت شكوك من نوع ما؟ لقد قلت بأن أعراض المرض كانت شبيهة بسرطان الدم وأن عناصر خارجية قد أدت إلى ظهوره. من حيث المبدأ لم تكن مهمتي البحث عن أسباب المرض، كان علي أن أعالج المرض. لا أدري كيف وقعت العدوى، ولكن الحقيقة هي أن مرض بوميديا كان بسبب فيروس غير معروف المنشأ وغير واضح المسار. لقد كنت وما زلت إلى اليوم أخصائيا شهيرا في شتى أنحاء العالم، ولا شك أن لديك بعض المعلومات عما إذا كان قد تم التوصل في بعض المختبرات في ذلك الوقت إلى سلاح من نوع خاص، ربما سلاح فيروسي أو بكتيري للتخلص من القادة أو الساسة غير المرغوب فيهم. هل كانت لديك معلومات عن ذلك؟ تدري، لقد تم من زمان اختراع خلط مادة مع فيروس في الأنبوب الزجاجي. يعني أجهزة خاصة في العديد من الدول كانت تمتلك هذه التقنيات. نعم، كانت هناك مواد كهذه ثم ظهرت بشكل متطور أكثر. نعم، كانت تمتلك هذه المواد. إذن شكرا جزيلا لك سيد إيفغيني على هذا الحديث الممتع، وآمل أن نلتقي بك مرة أخرى ونتحدث في موضوعات أخرى إن شاء الله. شكرا لك. شكرا لكم وإلى اللقاء. أعزائي المشاهدين، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا اليوم مع البروفيسور إيفغيني تشازوف، الطبيب الذي قام بمعالجة الرئيس المصري الأسبق جمال عبد الناصر وكذلك الرئيس الجزائري الأسبق واري بومديان. تابعونا الأسبوع القادم مع حلقات جديدة. إلى اللقاء.